السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، عندنا آخر بث لليوم. المباراة المنتظرة اللي تأجلت البارحة بين القادم بقوة الأولد سكول اللي هو طالب سيجا، لاعب فتاك بكبار رغم عمره 86، يلعب المورتال كومبات من أيام ام كي 3 بالسيجا، ضد النيو سكول ليفاي القادم بقوة أيضا، يعني ما صار له فترة. يلا هيك صار قوي. ها علاوي ما كان له أي اسم، اجى بسرعة والله. صحيح، بس يعني ثبت اسمه صراحة اخر وظهر أكثر بطولتين من مو أسبوع نقدر نقول ايه. تراي وقام ينافس، يعني مستواه يعني خرافي. اي يعني اذا هسه دخل توب فايف في العراق ما انا متوقع. مو صحيح، مثل ما قلنا لكم الاولد سكول ضد النيو سكول. مباراة قوية صراحة. طالب الوافد الجديد توقعاتك علاوي؟ والله توقعاتي 60 ب 40 الليل، بعدك مصر انه طبعا لان ليث نزل مدخل جوكر. اوكي مباراة اكثر. اي اما طالب رجل ران مثل الحسن، انا شبه هواي مثل حسن عمي، بس عده واثق من المشكلة، شخصيته. طبعا بس المشكلة انه يعني قدامك لاعب كلش يتعقد من سالفة كوال اللي هو لذلك انا اقول 50-50. طالب خليني بالجو، عمور يجي صباح طالب النور، خليني بالجو، وافد جديد بس هو طالب غير يقول طالب سيقه غير قافل على سيجار. السيقه. لا احنا ما احنا بالنسبة لنا كيفنا احنا، يعني نختار الألقاب، هو شي يريد يسمي راح اخليه يسمي ذا الراوند الأول. يهل صالح طالب باع يضرب ورا يوصل البوك، ورا هنا البوك، استغله. اي ايه مستحيل يسويها على ليث، اي واحد خبير بالفريمات وتوب فايف ذولا صعب تسوي اي عليهم، ما يطيق دوره، لان سوي على انت ديزرت سون. باعتبار هي، لا هي مو شغله، باعتبار انت مثل تكون خصمك من هيك تضربه وتهجم عليه، يعني تاخذ صحيح، دوره، اي فما يصير يعني. حلوة هنا دام البيعة بطريقه العالمية وماكو بار واحد ديفيس. اوه سوى دروب، هو لزمه والله ياخذ ليث يضيع، بس يضيع هنا الكراشنج، يضيع اي والله. طال فيت الله، هنا راح الطال يصير فيطر ما اعرف السواليف، انا اشوف هذا غلط. اي، لان التحركات راح يصير كبال يتحرك اكثر من الجول، ايه انتهت وقطها واحد مستحيل يا صفر اخي، تحسه 1 يعني 0. لا عمي لاعب صلب، تحسه يبوع على طالب يعني على سبيدو الشخص. عمور يقول. طبعا سبيدو عجبتني انا، يعني السريع. بيد اي صح، المسرع سبيدو هيك شي. 1 0 طالب. هسه شنو رايك، ايش قد بعدك مصر؟ 60 40 علاوي. طبعا حلو، هو كان منتظر الجوكر منه بس ما اعرف، انا اشوف اقوى شيء عند الجوكر. ايش راح يجيب جيد؟ هو المين مالته جوكر، بس هو عنده اكثر من شخصية يعني يقدر يستخدمها هواي، يعني تريون جوكر اوكي. او جيد نو سايبورغ. الاولد سكول ضد النيو سكول، شباب هم يسوي الاولد سكول. طالب سيجا اولد سكول ليفاي هاشيكو، ما اعرف اسمه، هيشو هيشو ايه هي ليفاي هيشو. نيو سكول بعد كلمة هاي خال مواليدة بالطرف. ها ستة يعني فرقك كم سنة؟ 86 هذا 99، اعتقد 7 سنين هيك يا ثمانية 7 سنين معود اكثر من 10. بداية قوية من ليث، ضيف الاثنين يعني 12 سنة فرق. الان السجن، يعني الان المفروض يقول له ما تطلع بعد، ايه لان هاي الفرصة الوحيدة حتى تسيطر على كمال، عندك رينج، عندك جات ذا بوكس، هذا اذا خلاه يطلع هاي يعني احتمال يقلبها عليك عادي بكل سهوله. اعتقد كبال يقدر يبنشها هاي مال جوكر بالنومان داش. مو لا ما لا مستحيل،
يعني بطيء شوي نومان داش على الماتش. بس طلع قدر هسه يقدر يسوي كامبوك. اي كلامك صحيح 100%. لا تخليه يطلع من الزاويه هاي بس يعني اي شغل خوفه. هاي 10 فريم الميد مال هاي الصخم هاي اثنينهم الصخمه ليش ما بنش عجيب اثنينهم انتهت. لا لا هو ما استخدم هاي ما بنش الطال جي الراوند والله ليفاي طاه يا طالب ايه تو شوي ارتباك من الطرفين عادي ما استخدم الكراشنج ابغى يكسر يعني حصاره بالزاويه يسيطر عليه فليل ذكي يعني عنده من قريب حلو الكونفيرم هنا قتله ما قلت لك اذا ما يعبره ياخذ الراوند عادي هاي المسافه اللي بقيها بينه شوف طاول. حلو خلينا نشوف الكمباك هنا ويكاب حلوه الراوند. طالب كمباك هنا بيها حلوه 100% اوه الرياكشن هنا حلو 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 صبر ايه واحد واحد يعني كان يقدر يتقرب من يمه يلزمه مره واحده بعدين يروح بالشمي بالمربع هالمربعات شباب صحيح كان يقدر ياخذه بالشمي او يظل يلزمه يعني خايف من يمه كان عنده جراب فري وحده واحد واحد 1-1 يا معود فرق 13 سنة بيناتهم 13 سنة لا حلو الباك داش هنا أنا خرافي دروب صار قلتش هنا أنا لازم يلزمه ويحترمه غصبا عليه خاف ايه هذا الميت قاتل ما عندك شيء ارجع هذا خليه ايه حلو ايزي لا عمي يلعب صحيح قلت فرق البطولات والخبره والدنيا طبعا ايه ما هو الاحتكاك اصلا طوره بالبطولات هاي شلون صحيح يعني؟ مو يقول ما بس هنشوف طالب طبعا كل شيء وارد حلو داون تو خسارة قتله سجن ابو غريب ما يقدر طاه يا والله طاه فرصه يطلع بونش بانش ايه 2-1 2-1 ايش المفروض يسوي هنا انا طالب؟ شوي خفف من البونش اللي جاي يعطي يعني الجيم الاول كان يقدر ياخذها بس باح بالشيء طلع السريع ما صبر والعسه هذا الثاني هم ما صبر سوى داون فور سوى وراها الحركه الارمر مال كابول اللي هي هم بونش يعني الاوقات النهائيه المفروض يصبر مهما يكون حتى لو دمك تبدا احتمال تاخذها
صحيح. اكو واحد ويانا فاتح لهذا مايك تلفزيون مو علاوي اكو صدى احتمال واحد من يمهم عادي. حلو. خلاص اها ما يخسر، ما اعتقد ما يخسر. حلو والله، واو هو اكثر من مره عاد علي الاستاذ. اوه ايوه لا انا هنا دومينيشن راوند لحد الان. بعدها ما منتهي. لا المفروض هنا يصبر، يعني ما يحتاج اصلا يروح. المدمع الكبار لا احترامه يابا. طبعا اوه حلو البقداش هنا. نايس كونفيرم. اوه ياخذه والله. ايه لو حاطه بهذا التوقيت وين طلع اثنين. فات وين قلت لك هاي الاخطاء اللي ما اعرف ليه جاي يسويها. يقدر وراها يذب هاي من ايده العكس قدام مربع مال الكبال افضل. حلو حلو هنا اعطاه فرصه يعني من بونش واحد انه يرجع بالجيم واحتمال ياخذ علي ليه. خلاص خلص بنزين. اوه اوه لو لازمه بالكراش انتهت. خلوها 2 2 حلو مصطفى حط ميوت الطالب. اثنين اثنين تمام 2 2 كان السيطرة هنا أنا قوية الطالب هذا. اي بس ليث يعني لو يستغل شنو اخطاء، لو يلعب بس على اخطاء طالب يقدر يعني. ها تشوف هيجي اي ليش ليث اذا شوية صبر طالب ما جاي يصبر، طالب جاي يهجم مباشرة يعني يريد اجريسف حيل عنيف. اي مثل لينكو. اي فبالاخير يبيعها، من يبيعها انت بعد عندك الجوكر يعني 35. هاي لينكو بالبداية كان هيجي هالشيء راح يبدل. لينكو بالبداية كان هيك كلش عنيف. بس لا لينكو يعني يلعب لك دفاع بشكل خرافي، يرجع مستعد يخلص الراوند بس زون. هو هذا الصحيح ترى اتجهت تلعب ضد الجوكر يعني عادي زون. سيفو يقول له لموري اموري يقول صباح الخير اموري يقول له يا صباح جيرانكم. يقول لك غير عبرة ال 12 ولك اي غبي. طالب المفروض شوي يكثر من الجرابات لان جاي يحترم كلش زياده ليه. صح هاي سمعك انت حكيتها ذاك اليوم على ريفاي قلت هاي الشغله يصد يحاول يفك الصد. اي بس يفك الصد بشكل خرافي ليه. هنا ثوله بالزاويه والله انقلب عليه. هو قلت لك انت فوز ليث انه خليه بالزاويه. صح ما يتحرك. نايس نايس جاب له وقراب قتله دومينيشن. اي والله خليه بالزاويه شله بالزاويه. عنيف شلون صاحبنا. شفت اليوم صاحبنا راجع يقول لك راجع يلا
الاولد سكول بشار ذا لاست اوف هيز نيم ذا فيرست اوف هيز نيم لا لاست اون فيرست اوف هيز نيم اولد ماكل سكول ام كي بشار اوفن راجع نشر الصورة. هي هاي الصورة تكفي تكفي للصورة. انت ألف جيم جواب. كامل بالزاوية يعني صار ثلاث بارات حتى يطلع شوي من الزاوية أوه باها وقطع علي. هسه هنا طالب المفروض يرجع وبراحته بس شوي خليه ايه سيطر على الجيم لان يعني راح نجي اوه وان هيت اوه انتهت. اه لا هاي هذا ما سوى الفيتر 3-2 لا فيتر ولا ارمر سوى اعتقد ما طلعت ويا لان سوى ايه صح ما اتاك طلعت. ثلاثة اثنين مو 3-2 او ثلاثة نيو اثنين سكول ليفا. طالع ليفاي طلع عدل انبوت ايرور كلف الجيم مباشرة كان عادل الراوند. اعتقد غير الفاريشن الي هذا مستحيل توفي قراب و الجاز هي راح تحل البيت. هذا التاجر هي العلم هاي بس مربع عكس بنش هاي حلو جابه بس راح يودي للزاوية صرف بارين. حلو البوت حلو الشوط ما لازم ايه خالد يصدق خالد على لازمه عند الفيطر خايف من الفيطر هو بس يروح بالشيمي والله قلتها خرب ابليسك على وحافظهم والله العظيم عن غير طبعا يابا يروح هذا بالشيمي النمبر هو اي ون. لاعب اي لاعب يفك الصد لازم يروح بالشيمي او لو تسوي له بس المربعات لان تشبه الحركه الاولى القراب يروح ليش بالشيمي اوه حلو هاي صار هنا ما اعرف ما طلعت وياه دار بين ال بنش صادف لو ولا سمو ايه اذا ما يطلع ينتهي الجيم هنا صحيح لازم يطلع روحه بأي طريقة. اوف لو مسوى هاي الركضة مالته نسيتها نو مان داش نو مان داش ارمر بريك خسر ما خسر ما يخسر يعرف زين ما والله لا جاكسون ذا بول اه والله الجيم راح يسوي له انتي اير طبعا مخاطره كبيره لمسه واحده عند التيك لمسه والله نها مستحيل الكونفيرم عاد مالته عالي يعني ايه لعبة كلش حماسية والله جيم الراوند الفاصل هاي يتقدم ويضربه بالهاي الارمر مالته يقدر يبنشها بس شوي يعني صعب اور هنا الرياكشن خرافي رجع جاوب بس ذابح نفسه لو يقرا زين كان اخذ كراشنج هنا صح لو لا؟ اي صحيح
وخذ الكرا على طار الكراشنج. يجي ثلاثة كل شباب 3-3. اوه عمي ترى طالب يعتبره من التوب 5 على اللاوي. اي صراحة يعني ترى مو سهل ترى وحش. Good evening my friends. هلا وقول لي حصلت لنا اللعبة بشر مع المنتخب العراقي. قال نسولف فيها بعدين هسه حيروح المرتة. اوكي شباب انتم ما تدرون ايش اسوي لعبة المنتخب العراقي. مصطفى بس لازم يكون ويا المنتخب شو اسمه طالب ايش تقول؟ لك تعال شوف حسن لك طالب بلوة. بس شوية ليث وطالب ثلاثة كول صايرة كارثة. مستحيل والله العظيم تعريق فول اثنين هم مفورين. شفت التعليق اليوم شنو رأيكم؟ ممتاز حيل عجبتني عفيدة والله العظيم خرافي. بالبداية انت على بوتي بس بعدين السالفة صارت ايزي. ايه صارت ايزي مو غلط راح يبلعها انا اقول. بس يلا خلينا نشوف. انا لعبت ويا جيد ما تفيد ضد لا جيد ولا ستريان. صح عنده ماتش خرافه ضد هن. عمي والله اول اولد سكول حسن هذا التو يا عندنا اولد سكول اثنين بالتو فايف صدق كذب. يعتبر علينا على الشباب مصطفى حسن بشرف. حسن يعتبر على الشباب؟ لا يا 90 يا معود لا يا عبر ال 30 ايش ده شت على ايش حسن يعتبر؟ عبر 30 رياكشن الخبر ورا 27 25 ينتهي. رحم الله وديك انا منتهي مصطفى قهرتني بهاي الالعاب هاي راد لها رياكشن يا معود. يعني اليوم الاوفر هيد نقدر تصدقني رياكشن زباله. نويس مستحيل يعني ما سكوربيون وهذا اللي خسرني ما عنده رياكشن. ايش دبثون انتو؟ دنبثي دخل اطب باء ولا عالقه عالقه حسن جابوا الهيد كونفيرم والله العظيم. انت اير لا تسوي انت اير الكوار. لا مسوي وحده تنتهي فيتل ليث ذا حسن يبيع فيتل طالب بيك يابا. عمي ترى طالب لاعوب 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 يبو. انا شوي البث متاخر يمي بس يا اخي جندك خرب يومه. حلو ليث هنا نيفا قام يلعب صح حلو هنا المكس المكس عباله اوفر هيد. لاعب عمي لاعب امكانيات والله العظيم. وعلي راشد يا شباب النمبر 1 يقول لازم ويانا يكون بالمنتخب العراقي طالب. نايس الويك لا تكسر. اي سمعك اوفر هيد فيتال داون وان فيتال يمشي تمشي يعني يفكر بالدلياس هاي انتهى هذا nice. حلو استقرات عنيفه من ما اعرف ليش ما صرت هي كلها بلس اله يعني ليش ما صرت طالب. خوش فيتال على بي دمج هذا جيد ما عندهم خش دمج ما عندكم لا لا كونغلاو عنده دمج ايه بس الفيتر ما تزبار ها الفيتر ايه مقدور تكون لا مو حيل شخصية عادية بس قاعد انت مسوي اوفر. يا ريت ما سويت اوفر والله انت اوفر. جابه والله بالجام جراب حلوه تعريق فول ما بيها كم باك مو؟ ما خلاه بعد ما خلاه يتنفس دمره بهاي الدلياس دمره يا عمي ايش قد هسه 4 3 مو؟ 4 3 صالح لي باي 4-3 ايش قد كانت الراوند الاول اخذها هو طالب مو؟ ايه طالب يبدا 1 2 نهايته طبعا وحش طالب شيقة ليث راح اقرا ديفيد الياس دانس هذا
شو راح يسوي هنا الله طالب؟ طالب لازم يحترم البوك مال جيد، لان جاي هو يهجم ورا البوك فيطلع هاي البلياس دانس مال جيد، ف هاي الغدرة بيه. ما تعامل إياها صحيح. اي لازم يظل شوية بالجو طالب، يعني لا ينزل بالقاع، لان بالقاع جيد اقوى. يحاول يظل يلعب يعني بيك؟ اوه كان جابنش. ايه ثم قام يبيعها. لازم. رق دقع. لقطات تايم وارمر بريك، خسر؟ خسرها من على ابوها. نايس والله بنش صح من البدايه. انا اقول ان بالي فكره انه ليش يريد يطفر، طلعت يعني يقدر يبنش. نايس طالب. اوه حلو هاي. لاعب لاعب عمي طالب شي امكانيه. الوحشه الخضراء يقول عليها قيس. الوحشه الخضراء صفرين. اخ هيدا بيها. لازم طالب شوية يعني ايه يلعب. حلو ده يلعب لعبة. لازم لي قدام طالب راح تحصص كيف يلا. لا ترجع للزاوية. قال لك كافي مو كله لك. الاوفر هيد هنا. تو جارانتيد. اه الذهن انا حلو بوك بوك. سيت بوينت ليفاي. ما مشيت عليه. خوش لعب. ده يلعب كله صحيح. ما تقدر الا تطلع من الزاويه يلا تحصل منه قراب. بيك بيك داون تو بيك. حلوه جي جيز عمي. سيات ستوري 5000 فنش. جيد يلا قدر له. جيد كان خيار صحيح. وينتصر النيو سكول على الاولد سكول. بس يظل طالب لاعب ستوري ترى لاعب رهيب. والله عم لاعب خرافي. بس يظل النيو سكول هم الاقوى. معروف هذا الشيء. افا يا ويل. الحقيقة هاي. يلا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم 5-3 5-3 النتيجة. ألو ألو مرحبا.